والله فكرة المشروع استوحيناها من اللي صار بكورونا أيام الحظر. الناس كلها كانت في بيوتها ويعني تضايقوا من الحبسة ومن الحظر اللي صار، فلاحظت أن كل الناس قامت تتجه للشاليهات للمزارع، تبي الأماكن المفتوحة، والأماكن المفتوحة لها متطلبات خاصة على أساس أنه الاتموسفير او الجو العام لهذه الاماكن لازم له ديكورات معينه حتى يصير مكان مريح للقعده ويصير مكان يعني شرح. ومن هني جت الفكره اني ابتدي اصمم هذه الاكواخ الخشبيه والمظلات الخشبيه للقعدات. طبعا كان في شيء متوفر بالسوق اللي هو الخشب بروحه، يعني انا اضفت سالفة الحديد مع الخشب وسويت بينهم ميكس خلط، وبديت أطلع تصاميم غريبة على السوق. هي مو غريبة بشكل عام بس غريبة على السوق الكويتي، غالبا ما تستخدم في السوق الأوروبي والسوق الأمريكي. ووفرت المواد أو الماتيريالز اللي تناسب جونا بالكويت من درجات الحرارة والجو بشكل عام. بديت بتطبيق الفكرة في وقت كورونا. أنا بزنسي أصلاً مختلف تماماً عن البزنس هذا، وبعد ما تسكر علينا محلاتنا أيام الكورونا صار في حظر وتسكرت محلاتنا، وبما أني كنت مقدم استقالتي من الحكومة فصرت في وضع حرج ولازم أشتغل حتى يكون عندي مصدر دخل. فبسبب الخبرة القديمة في مجال المقاولات الحمد لله قدرت أني أطبق الفكرة هذه. استعنت بأحد العمال وبديت أبدي يعني أنفذ فكرة الحديد والخشب، وقمت أسوي أشياء حتى خاصة بالكورونا مثل المعقمات. شفت الشكل وبديت أصنعهم من الحديد، كانت يعني جودتها عالية وها فيديوتي، وخذوا مني مستشفيات وجمعيات ومراكز يعني مهمة، والحمد لله من هني بديت. والحمد لله وصلت اليوم حق إن الاسم صار زين بالسوق وبدأوا الناس يطلبوننا في أعمال أخرى يعني متعلقة بالحديد وبالخشب. بعد ما أسست الشركة واشتغلت في الموضوع هذا، الآراء كانت من الناس الحمد لله كلها مشجعة، حتى ابتديت أخاف أن الناس قاعدة تجامل كونهم أصدقاء وأهل، ولكن الناس اللي نفذت لها المشاريع هذه ما تقدر تجامل، لأن يعني أنا مسوي مظلات سيارات، مسوي أكواخ خشبية، مسوي قعدات، وكل هذه أشياء الناس تستخدمها، فإذا كان فيها ملاحظات غير جيدة ما يصير يجامل، يعني على الأقل راح يقول لي طرش لي أحد يصلح لي أو يعدل لي. الحمد لله يعني ما تعرضنا حق هالأشياء. ما أدعي الكمال، أكيد أي عمل الإنسان يسويه لازم يكون فيه بعض الأخطاء، كثر ما أقدر كنت أبحث عن الخطأ علشان في المرات القادمة يعني يكون عندي فينش أحسن، والحمد لله واصل لمرحلة من الفينش مرتفعة جدا وتنافس السوق الأوروبي. وأنا أقول هذا الكلام ما أمدح نفسي، ولكن الصور والناس اللي اشتغلت لهم يشهدون بهذا الحكي. الحمد لله الحمد لله. بعد ما توسعنا في المشروع ما أنكر في البداية كان في ضغط، بس بعد ما توسعنا في المشروع طلبت عمالة من المغرب، عمالة متخصصة جدا، ودائما هم يعني تدري دول شمال أفريقيا دائما شغلهم يكون في أوروبا،
فاستعنت فيهم، جبت ستاف جيد الحمد لله من المغرب، وبدأوا يساعدوني في الأمور الفنية والإدارية، وطبعا الشغل توزع بالشكل الجيد، وبالتالي إن شاء الله التنسيق صار أحسن وأفضل. طبعاً أنا مجال عملي في البداية كان في المجال التربوي، كنت معلم وكان عندي خبرة في الديكورات والأثاث والأمور هذه، بناءً على البزنس مالي كنت دائماً أسوي محلاتي وأسوي شغلي، فصار عندي خبرة غير الولع بالموضوع نفسه، فهذه الأشياء لما تجمعت عطتني تميز الحمد لله، وقدرت أني يعني أنفذ شغلات ما حد قاعد ينفذها. طبعا ما أخذت دورات متخصصة لأن هذه تعتبر دورات هندسية ودورات صعبة جدا. أنا حبيت في بعض البرامج حتى مجانية يعني موجودة على الويب سايتات المختلفة، دخلت عليها وتعلمت شلون الرسم الهندسي من نفسي الحمد لله بناء على الخبرة اللي موجودة عندي، والحمد لله هذه قامت تفتح آفاقي على أشياء يعني ما كنت أعرفها من قبل. دائما العلم والاطلاع يخليك يعني توصل لمراحل أحسن. أكثر شيء صعب يواجه أي كويتي يبي يفتح بزنس هو العمالة اللي موجودة في السوق وقوانين القوى العاملة وبيئة العمل بالكويت، بيئة صعبة مو سهلة. أكيد مريت بعدة مراحل لحد ما وصلت حق الوضع اللي أنا فيه، طبعا بناء على الخبرة السابقة في الأنشطة الأخرى مو في هذا النشاط، هذه كلها تكون عندك مخزون. الحمد لله قدرت أني أستخدم هذا المخزون بشكل جيد وأوظفه في أني ما تكون عندي مشكلة في العمالة، ما تكون عندي مشكلة في البلدية، ما تكون عندي مشكلة في التجارة. يعني لميت الأمور بالخبرة السابقة زين، وقدرت أني أحقق يعني نجاح الحمد لله. أكثر المشاكل اللي تواجهني اليوم بعد ما ذكرت المشاكل المتعلقة في بيئة العمل مثل القوانين وغيرها، اليوم عندي مشكلة في موضوع التسعير. المواد الأساسية طبعا انت عارف احنا دائما نستورد الأخشاب والحديد والأمور هذه وناخذها من الموردين اللي موجودين في الكويت، احنا ما نستورد، فالأسعار ارتفعت بشكل جنوني. لما الأسعار هذه ترتفع اكيد بتخلي سعري يرتفع، وبالتالي العميل يضايق إن لما يشوف ان السعر ارتفع. فأنا كثر ما أقدر قاعد أسوي موازنة ما بين الأسعار علشان أرضي العميل. بالنهاية مهما سويت عمل جميل وسعره مو مناسب للمجتمع اللي أنت فيه، فأنت يعتبر أنك ما سويت شيء. لذلك أهم شيء أنه يكون التسعير عندي متناسب مع الارتفاع اللي موجود في السوق ويكون منطقي، يعني مو يرفعون علي دينار أرفع أنا 100 دينار، لا ما يصير كذي، لازم تكون في نسب. فلذلك أنا أشتغل على موضوع النسب وأحاول أني أوصل للعميل السعر باللي يتناسب معه. طبعا يعني دائما أنا قبل لا أنفذ أي مشروع أقعد مع العميل أقول له اشرح لي شنو اللي ودك تحققه وشنو المبلغ اللي رازده، على أساس أنه لو طلعنا بالتكلفة أكثر من المبلغ اللي أنت رازده أبتدي أنصحك قلل من المواد الفلانية، زيد من المواد الفلانية حسب السعر وحسب اللي متوفر بالسوق عشان يمشي مع ميزانيتك، وبنفس الوقت ما تخسر الشكل اللي أنت تبيه، لا نطلع لك إياه ولكن بمواد أرخص. هذا المشروع وايد حبيته وحسيت أني حققت فيه ذاتي، وأتمنى أنه يكبر بشكل كبير. أنصح أي واحد يبي يفتح بزنس
لا تبدي على طول بالبزنس، اشتغل بالموضوع أول، افهم أنت شنو قاعد تسوي، وين رايح، وين راد، افهم كل التفاصيل المحيطة، افهم بيئة العمل عشان لا تنصدم بالواقع. لما تشتغل الشغلة بإيدك بعد شوي تعرف تقلبها أنت بزنس برؤيتك وبفكرك، لا تقلد أحد، مالك كل واحد لا طريق ينجح فيه. هذه يعني اللي أبي أوجهها للشباب، عدم التقليد.